يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل؟ نعم. هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل؟ وما معنى قوله سبحانه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا؟ قتل ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر المصلحة بقتله وثبت عليه، ثبت عليه ما يستوجب قتله قتله، هذا يرجع لولي الأمر حاكم الشرعي، هو كل يقتل؟ لا، هذه فوضى. نعم.